أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت من لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تواتين الزكاة وأقمنا الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله
قدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام شاهدا
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام الطيبين الطاهرين وإلى سيدتنا الزهراء وآل بيته أهل العباء والأربعة الخلفاء والصحابة الأجلاء الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه